افتح كاميرته يفتحها. اقفلوا اقفلوا اقفلوا. اوكي عليكم السلام. قفل مايك قفل مايك اخويا، احنا طلعنا المباشر. عاد عندكم الساحه اللي فتحوها ولا يطلع لكم عليها مباشر. موريتانيا افتخر. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الساحل، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج منبر الساحل. هذا البرنامج يجيكم نهارين في الأسبوع، يوم الجمعة ويوم السبت. البارح كنا نناقش قضية مهمة جدا، وهي ظاهرة الاغتصاب التي باتت تتفشى شيئا فشيئا في موريتانيا. الليلة قبلنا موضوع أيضا شفناكم شادين أخباره حتى على السوشيال ميديا، وهو انتشار مرض السرطان كانسر في موريتانيا بشكل رهيب، وكذلك حديث البعض عن هذا المرض وعن أيضا ظروف اللي يعيشها الوطن خلال هذا المرض. نحن مشاهدين الكرام أثناء بحثنا عن بعض الإحصائيات فعلا قررنا هذا الموضوع بعد هذا البرنامج، قبل هذا البرنامج حلقة الليلة بساعات، لأنكم أنتم هم اللي كنتوا شاهدين أخباره بشكل كبير. 2009 وصلوا عدد الحالات الإصابة بهذا المرض إلى 408، و2015 وصل العدد إلى 946 حالة، و2020 تزايد العدد، وملاحظين على أنه ماشي ينزاد، وصل 1278. طبعا مشاهدين الكرام في هذا البرنامج كما تعودتوا نحن عندنا أهل التيك توك دائما موجودين معنا في البرنامج من خلال يعني ميزة الجست اللي موجودة في التيك توك، ودائما هم ضيوفنا المباشرين بالصوت والصورة. اللي يبقى ينعت صورته ينعته، واللي باقي يتكلم فقط بالصوت يتكلم بالصوت. والتيك توك يطلع لكم المخرج الآن محمد الأمين عنوان الموقع على التيك توك، حتى كامل داره على التيك توك طبعا يطلع معنا وقد يعطي رأيه. وكذلك الفيسبوك، البث المباشر الآن على الفيسبوك، حتى كامل علق تحت هذا البث المباشر يطلع تعليقه مباشرة على شاشة الساحل. مشاهدينا الكرام معانا الفقرة الميدانية مباشر أيضا، لينقضوا للميدان ونقيسوا المكان المناسب، ياك نسمعوا آراءكم من عين المكان، وحتى كامل يبقى يتكلم بشكل مباشر عن طريق ميكروفون الساحل، عن طريق فريق الساحل اللي متواجد الآن على الميدان من أجل الاستماع لآرائكم. مشاهدينا الكرام هذا الوباء اللي ذا هو أسباب ياسرة وتم الحديث عنها بشكل كبير، من ضمن أسباب انتشاره والله الإصابة به هي عدم العناية بالمواد الغذائية، يعني المواد الغذائية منتهية الصلاحية تؤدي في العادة إلى هذا، بعض الوجبات السريعة تؤدي في العادة إلى هذا، بعض المشروبات الغازية تؤدي في العادة إلى هذا الوباء، وكذلك الناس اللي تبني تعرف سيموه ذوك التواغط اللي يجفين سيموه في العادة أيضا تؤدي إلى هذا الوباء. ذيك التواغط العين نشوفه من دار فيهم اللحم والله من دار فيهم شي من الأمور، تواغط سيموه من المسببات. المعلبات كيف باش البلاستيك باش فيان هذو إعادة استخدامهم مرارا وتكرارا تؤدي للإصابة به. الناس اللي ما يعرفوا باش فيان، تحت كل بوش فم مثلث، ذاك المثلث فيه رقم، ذاك الرقم هو عدد استخدام هذا البوش، هذا البوش قد يستخدم مرة واحدة يعود فم الرقم واحد، حالته رقم اثنين هذا البوش قد يستخدم مرتين. وبالتالي هي بعض الأمور التوعوية المهمة اللي يلا المشاهد يعود على دراية بها. حتى معجون الأسنان، معجون الأسنان هذه معلومة مهمة ونختاركم تبحثوا عنها كاملين. معجون الأسنان فم خط تحت المعجون، يا إما خط أحمر ولا خط أسود ولا خط أزرق ولا خط أخضر. الخط الأخضر اللي يعود على معجون الأسنان معناه أن هذا المعجون طبيعي 100%، ما في أي مواد أخرى. العين يعود الخط أخضر معناه أن هذا المعجون فيه مواد طبيعية بالإضافة أيضا لمواد كيماوية. هذا المعجون اللي نعود عليه الخط الأسود معناه أنه فيه مواد كيماوية بحتة، والخط الأحمر هي مرحلة الخطورة. وبالتالي هذه الخطوط مهمة الناس تم تبحث عنها من أجل التوعية، لأن أغلب الناس اللي تواصلنا معاهم واللي سمعناهم عن قرب يقولوا على المشكلة الرئيسية هي في قلة التوعية، وبالتالي يلا الناس كاملة تعود واعية على ذا اللي تستخدم كامل يسوى هو شنو. لأن تحولوا مشاهدين الكرام في بداية هذه الحلقة شور منصة التيك توك اللي نبدأ بها ضرق، ومنصة التيك توك مباشرة نتحول لهم الآن
في هذه اللحظة، ياك نسمع آراءهم مباشرة في هذه الحلقة. لنبدأ معاهم تساويا، لنبدأ بالكاميرات، الناس اللي فاتحة كاميرتها نبدأ بهم. نبدأ مع عبد الله طالب عمر. عبد الله ياك لباس. طالب عمر. نعم. عبد الله ياك لباس. نعم. ما شاء الله. الله خير. زين محمد خاب، كيف حالك؟ شو ماسك خير؟ سماسي عبد الله، انت من وين؟ والله متواصل معك. متلفن من الكونغو برازافيل. من؟ الكونغو برازافيل. كونغو برازافيل، نعم. عبد الله طبعا شفت الاعلان الحلقه والموضوع سمعته. والله طبعا شفت وجهه نظرك فيه بالنسبه للانتشار وشن هي ملاحظاتك عليه وحلول المقترح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام، اهلا وسهلا بالجميع واهلا وسهلا بكم. يعني كان موضوعكم البارح موضوع كان يلا البارح مهتمين بالدينجال والاختصاب في موريتانيا، سبق وان كانت عندنا وقفات كثيرة مع المغتصبين. هو الموضوع البارح قدر الله ما شاء الله عنه فاتنا. هو الموضوع البارح، نعم. الموضوع اليوم تناولوه في حلقات. الموضوع اليوم هو موضوع مهم جدا، خصوصا الموضوع اليوم هو موضوع مهم جدا. سنة 2020 كنت احد اعضاء جمعية الشفاء، دائمين في الشفاء طب الانكولوجيا، دائمين في مستشفى الوطني الانكولوجيا. ومعاناه موريتانيا المعاناه هناك عاده تكمن اجهزه كافيه، اجهزه العلاج كافيه، عدم كذلك قصر ايادي المواطنين، عدم كذلك قصر ايادي المواطنين، تكفل يكفي في المرض ما فيه تكفل يكفي، ولا فهم كذلك من اللي عنايه وعدلهم، ولا فهم كذلك هم اللي عنايه، يعتمدون فقط على المساعدات، يعتمدون فقط على سواء المساعدات تفتح الجمعيات سواء او بعض من الاشخاص تفتح الجمعيات او بعض من الاشخاص الدائم موفرين مساعده مرضى السرطان بشكل دائم. مرض السرطان للاسف الشديد منتشر في موريتانيا بشكل غريب. مرض السرطان للاسف الشديد تظهر خطورته على انه مثلا ما هو خاص حد عن حد، جاي للناس كامله سواء كبير او صغير، والاصابات كثرت حتى في الآونة الأخيرة. والأسباب ظاهرة منها داع من عدم عيان نحن كشعب، والله من عدم توعية الشعب، أو من عدم وجود شباب يؤطر أو يعني ينذر بخطورة بعض من المسلكيات عندنا كمجتمع موريتاني. لأن ما معقول على أن يعود يتم استخدام إسمنت أو أوراق الإسمنت في موريتانيا، سواء تعلق الامر باللحم او تعلق الامر كسكس او غير ذلك. نعم العيش فعلا هي امور يعني ربما تعود كانت تسبب لنا ضرر ونحن ما عارفينها، والله عارفينها، ولان مثلا عانين ما نعرفين خطوره ذا الامر، فاهم؟ وهذه هنا المشكله تكمن. هون فعلا موريتانيا في الفتره الاخيره وخصوصا ليل ونهارين تم الحديث بشكل كبير عن توقف جهاز سكانر في الانكولوجيا عن العمل، وهذه كارثة حقيقية. ونحن تقريبا الليل ونهارين والله ثلاثة شايفين مليارات الأوقية تعدل بها مشاريع معينة، هو تقريبا سعره ما يلحق 20 مليون إلى 30 مليون حسب الخبراء اللي هم موريتان، وحسب بعض ما فاجأنا موريتان انه تقريبا قد يعود سعرته تقريبا اقل من 20 مليون. وهذا المبلغ مقارنه بالمبالغ اللي نسمعه فعلا الدوله عدلت بهم صفقات وعدلت بهم مشاريع معينه، هم يمكن انهم ينقذوا روح مواطن موريتاني انهكه التعب وانهكه السفر وانهكه يعني معاناه الم سرطان. لانه الحقيقه مؤلم جدا، وخصوصا الناس اللي تقبل الكيمياوي، والامهم الام حقيقيه، خصوصا من الرجاج. يعني قط فيه مره كنت في الانكولوجيا وللاسف الشديد طفيل عقب توفى الله يرحمه ان شاء الله رحمه الله اسمه عبد الله. وفعلا وكان ملهم بالنسبه لنا احنا كاعضاء جمعيه كناشطين في العمل الخيري. والحقيقه والله كان ألم بالنسبه لنا احنا، ألم لانه تعتبره قطعه منك، لانك هذا الشخص عايش معه بشكل يومي،
عايش معاها. انا ليل واطراف النهار تقريبا يجي معاها للطب، تم معاها في الطب يقبال الكيمياوي. في بعض الاحيان هو يرفض انه يقبل الكيمياوي لانه ما تلات عنده بلاصه في جسمه فيها تجي فيها وخزه الابره. وهذا حقيقه واقع مؤلم يعيشه الكثير من الموريتانيين والكثير من الموريتانيين. جميل، حفظكم الله ورعاكم. شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدي الكرام، في موضوع اخر مهم جدا، يعني حديث اخونا عبد الله عن هذه القضيه وهذه الامور، هذه معلومات نحن نختارها توصل، نختار توصل رسائل كل حد. بالمناسبه قناه الساحل اثناء نشره الاخبار ايضا دائما تقدم رسائل للجهات المعنيه، اياك تحضر وتجاوب على هذه التساؤلات المشاهدين بشكل مباشر. يعني في هذه اللحظه فقط نوصل هذه الرساله، نعود نقيس منا فيما يخص الجهات المعنيه، الجهات كوزاره الصحه والجهات المعنيه بهذا هذه المواضيع. قناه الساحل كل يوم اثناء نشره الاخبار اي موضوع مثار للجدل، قناه الساحل تتواصل مع الجهات الرسميه من اجل الحضور في نشره الاخبار والتعقيب على كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ويثار في الشارع بشكل عام. وبالتالي هذا فقط من اجل التنبيه على ان ما لنا باخرين شيء، ونقوله في منبر الساحل على ان الليله مستعدين ايضا لاي تدخل من جهات رسميه من اجل توضيح بعض الامور، سواء الليله او التواصل مع قناه الساحل من اجل المداخله في حلقات قادمه وتوصيل الرساله. لان منبر الساحل ما هو للمواطن وحده، منبر ساحل لموريتانيا كاملة بجميع أطرافها، سواء الجهات الرسمية الحكومية المعنية أو المواطن البسيط. إذا لا يتوجه مباشرة شور منا نحن نعرف على مواد التجميل ودهين العليات وذيك الأمور المرتبطة بهم أيضا فيها شيء من الأمور يؤدي الإصابة بهذا المرض وقلة التوعية به. والعاد عندك حالة تختاري تتكلمي عنها بشكل عام في هذا الموضوع، تتفضلي. يعني المنبر منبرك، تفضلي منا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جماعة. بخصوص السرطان بخصوص مسبباته وكما قلت مواد التجميل اللي في موريتان وتنباع فيها هي الأولى مسببات السرطان، اللي مواد كيماوية ممنوعة في الخارج وإحنا تنباع عندنا متوفرة بشكل قريب وعجيب. يخصك كل شيء قد يخصك بموريتان يكون مواد التجميل. فعلا لابد من التوعية بخصوصهم، والناس متخيلها ان الجمال لا تغيير الخلقة وتغيير اللون وتعملهم بطريقة سريعة ومتوفرين هم اللي بسعار ورخيصة، وذاك يدل على انها بلا فايدة لانها اكثر ضررها من نفعها. معنى ان التوعيه يا ريت يركز عليها، ويا ريت حمايه المستهلك تشتغل حق عندها، تشتغل حق عند حمايه المواطن. مرض السرطان مرض خطير ومرض اللي ما قط قبل حد وعاش ابدا، زيدوا على سنتين ثلاثه. كم حالات تحسن عادي؟ نادر يا واجعه، شفناهم في العائله تخسر اشخاص. صحك حق. أنت عندك قصة واقعية يا منى. الحمد لله. قولي لنا القصة شنو؟ قضية الدهين ما قد نقولها لك يا غير قضية السرطان، شفناها يا واجعة في الناس اللي قريبين مني. الدهين ما يدعمني. بيا ما نعرف حالة منه يا غير نعرف أنه خالي، نعرف أن كثرية العيايات يعانوا منه. قولي ياك اللي ظاهر. معني عندي هيك كثرية المواد التجميل اللي الناس تعملها، والله زاد كاع خالق أم اللي من مواد التجميل يغير كيف نقولوا العطر، العطور استخدام العطور بشكل خاطئ ذاك يسبب السرطان وللمرأة بالخصوص سريع. الناس مثلا طريقة استخدام العطور يا تعود فهم توعية وتوه عن المسائل اللي تسبب السرطان كاملة من المواد ومن العطور اللي تستخدم المرأة في البيت، نعطيها توعية نافهم ناقصة التوعية فيه. قضية السرطان والله إلا عندنا حالات يا غير أكثريتهم مولي الحق اللي هو الحق. قضية التدخين يا واجع، التدخين سبب رئيسي في السرطان، سرطان الرئة، سرطان الحنجرة،
يا واجع لو حالات انتين ولت حالات كلهم مولاها يرحم التالي متوفي ماله شهر ماله أقل من شهر يا واجع سرطان الحجرة وعانى منه بشكل هذه الحالات اللي تتكلمي عنها انت مباشرتيها والله انت جهة معينة تعتني بهذا النوع من الحالات انه مباشرتها كقارب تزورهم كقارب نجبروهم من قريب شفنا ذاك اللي عدل لهم السرطان وذاك اللي حسوا به وسبحان الله قوة الإيمان كلهم يعود فيه السرطان ويشجعك يضحك لك ما هو قاعد يضحك يا واجع انت تراعي في طالهم تراعي في ذاك اللي يعاني منه وطريقة اللي يداوى بيها وقضية كما قال لك سبحان الله تيسر أمورهم بالنسبة الحمد لله ولكن أمورهم بإمكانهم أنهم ينتصروا على هذا المرض إن شاء الله حق كان يا غير العلة في التوعية في قضية القذاء في قضية أن نحن الأسرة من نفسها اللي معاه رجاج مباشر ودائما أسرة تعود ضعيفة ماديا تتعاون لها الناس وسبحان الله يخلق فيك شفاء تعاون وقول واش تكتل الناس تتعاون مع ذاك الشخص تدعمه ماديا وتوفر له الدواء غير الدعم اللي هي نفسيا ما هو ما يقدر يعود ذاك على الاسره اللي قريب ضيقه ما تبخلوا شيء وهم يعود عندهم سبحان الله قوه ايمان ولا يظهروا ذاك الضعف ولا يظهروا ما شاء الله انهم يوجعهم شيء فمن الواحد قلت لك يضحك لين يقصابه منعت من المرعين ممتاز منى شكرا جزيلا لك كانت مداخلة قيمة جدا إذا مواصلين معكم إن شاء الله تعالى ولن أعطيكم الفرصة بحول الله خلال هذه الحلقة طبعا مشاهدين الكرام مواصلين معكم هذه الحلقة بحول الله وقوته عندنا المداخلات اللي شفتوا على التيك توك ولن نذكر الآن حد كامل عنده الفيسبوك بإمكانه أنه يدخل على صفحة قناة الساحل ويعلق ذاك التعليق اللي لاحق أخلاقه بشرط يعود تعليق منطقي ولا فيه زلقة في الواقيش يطلع مباشرة على الشاشة كما تشوفه من حين لآخر بحول أي حد علق مباشرة يخرص الشاشة ده يشوف تعليقه طلع تلقائيا على الشاشة نحن مشاهدين الكرام عندنا أيضا التغطية الميدانية مداخلات الناس من الميدان نتحول الآن إلى صديقي محمد الأمين في الميدان رفقة عبده وهم في مكان من العاصمة نواكشوط وأعتقد أمام مركز الأنكولوجيا مباشرة لكن اسمعوا آراء المواطنين مباشرة من أوكي. على الميدان اسمعوهم تفضل محمد أمين أوكي. تسمعني نعم إذا محمد أمين تفضل الميكروفون عندك ونختار ونشوفوا آراء الناس عندك شاء الله تفضل مرحبا بك الزميل الحافظ اهلا وسهلا بك نحن وراك متواجدين قدام المركز الوطني للانكولوجيا هو المستشفى الوحيد في موريتانيا المختص في معالجة امراض الانكولوجيا طبعا امراض السرطان طبعا مرض السرطان هو ورم خطير فتاك يصيب الكثير من الاشخاص طبعا النسب المسجلة مخيفة جدا في موريتانيا لانه في 2009 كما ذكرتم سجلت أكثر من 400 حالة إصابة بالسرطان أيضا في 2020 سجلت 1270 حالة معناها عن الحالات في ازدياد أيضا السلطات الموريتانية كانت قبل فترة قالت عن نسبة 40 إلى 60% من الموريتانيين يشفون من السرطان والحمد لله أيضا فما أرقام أخرى تحدث عن سرطان الثدي هو اللي نال الحصة الأكبر من إصابة الموريتانيين بالسرطان خاصة في فئة النساء حيث بلغت 18% معايا مجموعة من الشباب الموريتانيين لا يتكلمون عن آرائهم حول الموضوع وشن هي الأمور اللي قد يطرحوا طبعا نذكروا عن مركز الوطني لأمراض الإنكولوجيا أثيرت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث عن تعطل أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة في هذا المركز طبعا معي الشاب تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اسم الكريم اسم سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد السرطان مرض خطير أجعلنا الله وإياك منه شن هي قالت عنها الأسباب اللي أكثر شيوعا للإصابة بالمرض في موريتانيا مرحبا بك نحن طبعا نتكلم عن المرض اللي أكثر خطورة في العالم والفتاك ومن ضمن الأسباب اللي تودي للمرض أسباب ياسر أغير من أبرزها هو
الطبيعي على المخدرات والسجاريت كما نقولوا نحن، واستهلاك اللحوم الحمراء بشكل غير متوازن. مثلا الواحدين يأكل اللحم الأحمر ياسم المرات في الأسبوع، لذلك هذا من أكثر العادات السيئة اللي يواجه الشارع الموريتاني بخصوص هذا المرض. أستاذ محمد، وثيرت في الفترة الأخيرة أخبار على فيسبوك تتعلق بتعطل بعض أجهزة الفحص في المركز الوطني للأمراض الأنكولوجية اللي نحن واقفين قدام مدارك، شو تبقي تقول في الإطار؟ والله طبعا الأزمة اللي مروا بها المرضى والله المواطنين قاعد بشكل عام، اللي هو تعطل الجهاز المعني بالتشخيص والعلاج في نفس الوقت، هي أزمة كبيرة طبعا على المرضى اللي يزداد يوما بعد يوم، وكذلك على المواطنين اللي أخوتهم وأهلهم هنا تياها نقر هذا. طب لذلك مطالبين الجهات المعنية عنهم يتوصلوا الحل بسرعة من أجل أنهم يصلحوا هذا الجهاز والله يوفروا أجهزة أخرى. شكرا سيد محمد. طبعا معايا شاب آخر ننتظر حال قدومه. تفضل أخي، كيف الحال؟ السلام. اسم الكريم؟ مختار البدالي. مختار، طبعا السرطان هو واحد من أكثر الأمراض فتكا في العالم، شنو النصيحة تبقى توجه للشباب الموريتاني اللي عنده عادات، والله قاعد المجتمع الموريتاني اللي عنده عادات دائما للأسف شديد تعود خاطئة تجاه عادات صحية خاطئة دائما تؤدي له مثلا تسبب له ياسر من الأمراض وياسر من الشيء، شنو النقطة اللي تبقى توجه له، شو النصيحة تبقى تقدم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كما نعرف نحن الموريتان نعرف عن القطاع الصحي يعني يعاني من ياسر المشاكل، وأكبر دليل عليه هو هذا الجهاز اللي خاسر حاله اللي مرضى السرطان ما يصيب عنه، اللي عادوا الفحوص يوميا وراعي مهم جابرين، معناها عن باط ما تلف باط مراقبة حالاتهم. لذلك نحن الآن نقول عن كما يعرف كامل عن الوقاية شبه من العلاج، معناها عن حد يلا يخرصوا بالعادات الغذائية اللي عدل اللي أكثرهم اللي هما تقريبا نعتبرهم أنا بعض اللي عاد بهم السبب الأول من الأسباب المباشرة لهذا السرطان اللي شفناه حالا يتكاثر تقريبا حالاته حالا عدد يوميا تقريبا يتكاثر. لذلك نقول عن فم عادات غذائية معروفة، وهي أولها قاع تقريبا هذا الغذاء اللي دائما نحن اللي ما فم مراقبة لا على لحوم ولا أي شيء. ثانية اللي هون هذا السجاريت حقيقة تعتبر اللي يقول لهم لا تبك تعتبر من أسباب السرطانات وتوف، وهم اللي عوامل أخرى كيف أفهم عوامل أخرى يعني نقولوا نحن تحد من السرطان كيف ممارسة الرياضة إلى آخره. المواد مثلا المتوفرة في السوق حالا، المواد مثلا الغذائية اللي نستخدمها كاملا يوميا، إيش قال انت عنها في هذاك من الـ من الـ من الـ من ذاك من الجوده والفحص اللي اكد انها مثلا، خاصه انه في الفتره الاخيره خاضوا مشايعات تقول عن حتى التاي اللي يشربوا الورقه انها فيها مواد مسرطنه، شو تقول في الاطار؟ شوف هي نحن كامل نعرف عن موريتانيا عنهم دول عندهم اكثر حد يستخدم اللحوم الحمراء، واللحوم الحمراء رايك تعتبر من اسباب السرطان معروف عالميا اللي تكون بتاع محانه تشرب شوف. لذلك طبعا ليك تعرفت عنه ما عليهم مراقبة، تعرف نحن الطريقة نقبل بها اللحوم راكم عن الشريم يجي واحد البلاصة يلحق فوق الثنبان وذا كامل ومع ذا يقبل كامل ويقبل ويشري، وفهم ملي كما نعرف عن ما فهم مراقبة على الأغذية كيف يقولهم حماية المستهلك يقول إن شاء الله خارج من الشيء هو الواحد يتعرف عن الكونسوم وباط يأكل أغذية كامل فارغ تاريخها. لذلك قايلين عن أول شيء حد بعد قاعد يعود هو يحاول كانوا يراقب ذاك اللي يستهلك كامل يراقبه، سواء كان قابله من السوق سواء كان من قابله يشوف اي شيء في شبهات يبتعد عنه. شكرا محمد الله يحفظك. طبعا زميل حافظ هاي كانت عينه من اراء بعض الشباب الموريتاني المتواجدين هون. طبعا الوقت تاخر، هذا الحيز من نواكشوط غالبا اذا الوقت تعود الناس ماشيه عنه، لذلك كنا نتمنى ان نجبر اراء اكثر، لكن للاسف هذا نكتفى الليله بهذا القدر من الاراء. طبعا لا ننسى ان نطلب جميع مرضى السرطان في موريتانيا وفي العالم كامل الشفاء العاجل باذن الله. شكرا جزيلا لك، شفاهم الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما، إن شاء الله تكون هي آخر الأمراض، وإن شاء الله جميع المصابين بهذا المرض يشفيهم الله سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير. طبعا نواصل معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة،
ونذكركم على البث الآن مباشر على موقع القناة www.sahaltv.mr وكذلك مباشر على موقع القناة على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك. إذن قناة الساحل من برها في كل مكان وهي الأقرب إليك، وهذا هو شعار قناة الساحل. وهذا البرنامج مازال في بداياته، معنى أنه في قادم الأيام إن شاء الله برنامج سيشهد بحول الله تطورا كبيرا، ونحاول أن نتواصل معكم بشتى الوسائل، وأي حد عنده وسيلة هي اللي قد يوصلنا من خلالها رسالته من بر الساحل إن شاء الله سيكون هو وجهتك بحول الله في الأيام القادمة. نحن فقط في البداية، وهدفنا هو أن نوصل رسائلكم وتغيير الواقع من الأفضل إلى الأفضل منه بحول الله. إذا لا يتوجه مباشرة شور أهل التيك توك اللي لا يطلع يكون مخرج أيضا التعريف اللي بإمكانكم تضعوه على التيك توك، مباشرة تدخلوا معنا على هذا البث المباشر اللي لنشوفه الآن. إذا نتحول مباشرة إلى التيك توك. لين تحول لين تسمحوا لي أنا لين اخترق شوي لين قبل كربالي لين طلعوا مباشرة معانا وقول لنا وجهة نظره. السلام عليكم كربالي، أنت الآن على شكل. السلام ورحمة الله، يا مرحبا وخير. أنت من منين وارك متواصل معانا؟ متواصل معاك من نواديبو إن شاء الله. نواديبو تفضل. كنا ملاحظات. يا مرحبا، ايش حالك؟ تسأل خير، شو ماسك؟ لباس ليك. الله مرحبا بك. أنا مسلم عليك حتى عارف حالك، والشاكر البرنامج والشاكر قناة الساحل. رأي لك قناة بعد إنها ما جات نين خلينا الحق زي. الله يحفظك شاب. تقول شت هذا الموضوع اللي موضوع برنامج كل ليلة معني إخباري لي حقيقته. غيرنا إحنا قاع شعب موريتاني نعانوا من ياس من الأمراض، ما هو إلا المرض واحد. عندنا قضية السكر عاد مثل أمراض ياس. الأمراض المزمنة مزنا لها خصوا حلقة خاصة بها. هذا الموضوع ما نقد نجاوبك فيه حتى باللي ماني إخباري فيه. ولا من يوم نتحرطوا وياك نوصل الرسالة لك انك جازيك بالاحسان، صنك بعطاك من المسائل كان ما نقصر فيه. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. ونحن قاع اهل نواديب ولا ما انك كبيرين قاع ما انك كبار حتى العين لدمية حتى مالكم لا بان ما اخي مطي مالكم شبيكم ما انك كبار حتى لا حكم ان مشوف علينا ياسر قاع من شحيقته. ما هو فاركم الله يحفظكم إن شاء الله. مش ما هو فاركم الله يحفظكم إن شاء الله. توم الفوقان هو لا فعل الخير إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله مواضيع دون نضعوها بعين الله. وفي موضوع متعلق بنواليبه مزلنا جايين إن شاء الله وتعالى بالحلقات القادمة ما ننساه عنه. ومن منين نفوت إن شاء الله تلحقوا ذاك الموضوع راولكم أهل نواليبه من سيين من كل شيء قضية الطبقة عن قفل إن شاء الله. طب إسبانيا مقفول لا ينرسعون إن شاء الله تعالى بإذن الله. وهذا قضية هذا المرض الحمد لله ما هو ما 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 هو شائع عندنا. هذا المرض ما هو شائع عندنا. جميل. ما هو شائع باللي الحمد لله نحن هنا تجاه هذا المرض ما هو شائع، وحسب الناس اللي يتكلموا عنه قاع ما تلقى حد قاع يضوق شيء لا تشرب شيء. لا ضوق شيء حتى وشرب شيء غير، حاول إنك توعي راسك في أهل الدار على. هو نحن قاعد تيها عرفنا الطريقة اللي يؤدي يقير الصيف اللي تعرفه به شنو. جميل. الصيف اللي تعرف أن رجاج مصاب بالمرض شنو اللي شخص لك منين قاعد ما هو خالي سيد محمد الفور ما يتعرف شنو راشي بالمرض. نحن ما عندنا هون واديبه ما في حد شخص المرض. نعم. هو طب اسبانيا ونقفل وطب كوبا طريقته طريق هذا السكر هاي معادو ما تاو عارف من الدواء ما تاو عارف منين الدواء. لا يجاوبك شوي هاي نقطه مهمه باللي تعني الموضوع. هالقى مساله مهمه. نحن هذا اللي قال الفحوصات الشامله للاسف الشديد اغلبيه الناس ما يطرح عليها البال. كل حد هون على وجه الكره الارضيه راهو حاسب عندك فحوصات ست اشهر، كل ست اشهر تمشي تقيس الطب تعدى الفحص شامل تعرف إذا أنك حاسب شيء ولا ما أنك حاسبه. وبالتالي هذه هي رواية اللي نحن نعانوا منها، وفهم حد يقعد لا قدر الله في هذا المرض ولا هو عالم به اللي هو كانسر. معناها أن كل حد يلا يطرح باله ذي النقطة ذي وتم عدى الفحصاته
بشكل انا يا محمد محمد فاضل محمد حافظ نعم اللي تقول شفت انا كان سير بغط عني ما قد شفته في حياتي ولا قد شفت حد مصاب به الحمد لله انا شاكره الحمد لله نعرف ولا كان حد ينتدى لك يقول لك الله يعطيك كانسير نعرفه ولا داعيه الله يحفظك ما نعرفه على الميدان ولا نعرفه واقع على الواقع ما نعرفه شكرا لك اذا كربالي شكرا جزيلا لك رسالتك اي نعطيك الطلاق لخالد خالد تفضل مرحبا استاذ السلام عليكم ورحمه الله يا مرحبا معكم خالد اتكلم بنوادبو ماني من نوادبو قال بعد بنوادبو اللي تقولوا ابداوا بسم الله مستعينا راطين به مدبرا معينا شفت هو المرض كامل معاناه فالاحرى قال المرض كامل معاناه فالاحرى يعود مرض السرطان اكثر معاناه من الناحيه النفسيه وازدياد اشكال عدم وجود الامكانيات كتوفير المستلزمات اللازمه مثلا معروفه كمثلا توفير مثلا الاجهزه وتوفير مثلا التوعيه خالق الرسالة هون لين نوجهها الأولا سابق ذا كامل كما قالت فضلك حانا لين نوجه رسالة للأطباء الأول شفت هو ما خارج مسألة ما عنده دواء ولا خارج دا ما عنده دواء لكن عنده صراحين يقال لماذا ما يعودوا الأطباء لأنهم عندهم توعوية من ناحية مثلا المواقع من ناحية مثلا فهم يعودهم دروس مثلا يعني توعوية في التلفزات بالخصوص تلفزات حرة وتلفزات لماذا؟ لأن هذه الإشكالية هي اللي مثلا ضعف المواطن على أن يعود فهم حرص على كل مواطن يعدل مثلا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة يعدل فحوصات ما يعود فهم تخوف فهم واحدين من الناس فهم واحدين من الناس يعود واحد يعد اسمه الفحوصات ينخلع من الفحوصات يقول لك انا خايف لا علي يعود فيه بيدي ناش بيدي مو جابر مده وعي والله مو جابر مده تقول له ان هذه روايه عاجي هذه النقطه الاولى وثانيه ان مسرت مواطن اي مواطن يلا لي يستهلك اي روايه والله ليه يعملها يعرف يعرف حيثياته شنو ويعرف خطورته شنو ويعرف ان هو بطنه هو نفسه هو يعني ما يعرض للخطر ولا يعرض الراس ومريض مواطن اخر للخطر كيف واحدين منه واحد ليه يعدل مثلا يبيع لحم في طابله معينه انت هذه الطابله يرتك تعدلها مكان بيك تعرف انك تمشي عنها يجوا الكلاب والله يجوا المشوشه والله يجوا الناس مثلا تعود ما هي نظيفه ولا قلت لي تعرض راسك للخطر واحده اللي تكفر عليك باب الرزق بيدي نيشو بقرقاش متحضر ما هو اللي يشري من عندك كان قد يزقراك مثلا اسمه 4 كيلوات ولا 5 للنهار ما هو اللي يزقراك ما هو اللي يزقراك مو رقاش مو مهم اللي يزقراك 4 من الحم والله من اللي بيسوي لك بالسيف لانه ما اجبر الحم ولذلك لابد تعود بنفسك تعدل العمليه التسويقيه راسك انت وتوعويه راسك انت سابق المواطن فهمتوا وخارجه مثلا هو دا يوجهوا لاش دا يوجهوا مثلا لاسمه جمعيه اثار قال لهم جازيهم خير على ذا اللي معدلين من التوعويه ومن الاهتمام بهذول الناس لان حقيقه يا اخوان حقنا وحده مولاها يعاني فهموا علينا هذا المرض ما هو روايه عاجيه ما هو روايه تستهان به هذه الدوله زقرت المليارات في شمل الامور نحن ما عندنا بها رابطه شمن الثقافات شمن مثلا امور نحن ما عندنا بها رابطه عندنا من اولويات هي طبعا مده قد خرص ثقافته قد خرص مثلا امور تراث تحافظ عليه يا قارب انت اولويات هو الانسان مجتمع يعود عنده نطج باسمه بالمواطن يعود عرب المواطن هو اللي يقدمه المواطن هو اللي مثلا اسمه هو اللي يعود يشتغل عليه ما هو لا مثلاً مسألة مثل فضة تنقبلت وخسر شملوه ما لا بد منه مسألة التالية اللي نعلق عليها هي شنو سابق نعطي رسالة للدولة هي شنو هي تم داخل في صلب المواطن لأن المواطن يا الله يعود عرف لأنه مثل إنسان معرض لأنه هذه المواد مستهلكة يعود دائماً يبحث أهل باتيك بالخصوص يعود دائماً يجي مواد لأنهم يبحثوا عنها ويعود في مكان مخابر مثلاً تفحص هذا النوع من المسائل كي هذه الورقه اللي نستعمل يومين كي هذه اسمه البر اللي يستهلك المواطن كي هذه اللحوم كي هذه اسمه الدجاج كيف مكونات اللي دائما نشقلو نعود ثم اشياء مخابر لاش مخابر مثلا تامين المواطن تعود مثلا يحماو عليه يعود ثم الصوره مالي للمدونين تعود ثم الصوره للاعلام الاعلام يعود حاضر دائما ما هو لا حاضر مساله خرقتني فوت تخرق ما ثلاث مهمه يا غير سابق تخرق يعود ثم واعي على الاعلاميين يبحثوا عدوا كيك الشرطه كالامن انتم دوروا الاخبار دوروا مثلا تساب يقعدوا حاضرين باش حاضرين انكم جبتوا تيك تخرصوا كانوا بارخت ما هو مسؤوليتكم يقال شنو يقال تعودوا حارسين لا مسؤوليه فتش مناش والله قاعد مسؤوليتكم يقال عودوا حارسين انا ما قد يجي من البوتيك نفتشوا مع جوتريزاسيون يقال لي يجي يقول لك انا ندور الورقه الفلانيه ليش يخرص تاريخها نقول لك هذا عندك ورقه اخرى هذا نوع هذا اللي مستقيه هذا دور جمعيه المستهلك
هذا يحتاج ايش؟ هذا يحتاج مده واعيه، مده تعرف طريقه اللي قلتها هذه، وفم بحث، وفم بحث علمي، وفم مثلا يعني مخابر تش هذا اللي يخفف علينا هذه الامراض، ويخفف علينا مثلا هذه المعاناه، وعلى الدوله تفهم على هذا 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 الجهاز اللي خاسر برك حال على انه علم مسؤوليته، على انه علم مسؤوليته ما هو مسؤوليه رجل اعمال ولا هذا تكرمه لا عدوا رجال اعمال، اذا عدلوا الخيرين، اذا عدلتوا مثلا عدلوا الصحابين، هذا مدري مسؤوليتهم، ما هي مسؤوليتهم؟ يقال امر يرجع لهم مروه وكرامه، يقال الدوله تحافظ على صحته، صحه المواطن، وليتحافظ عليها اولا. سابق التاهيل، سابق التجهيز، لابد يعود ايش؟ لابد يعود فهم التوعيه اهم من التاهيل. ثاني توعي مده، معناه انك تاهل راسه انك تكبر شيء صالح، تكبر الموارد الصحيحه. وذلك هذه الرساله موجهه بالخصوص الرئيس الجمهوريه، وموجهه الوزير الاول، وموجهه الوزير الصحه بالخصوص. يعرف انه عرف لنا هذا الشعب مرساني ضعيف، لأنه ما نعرف له شيء، لما يعرف له شيء. لا تنزل فيكم آية قرآنية قال فيها مولانا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. معناكم ثم أفهموا معناكم ثم يوما ما دورت عقب تعانوا مثل دعانا من المواطن دائما في القبر. هذه رسالة موجهة مباشرة شو رئيس الجمهورية، شو وزير الصحة، بيدي هذا نعوذ بالله يتألموا كافي من معاناة النفس يا أخوتي، معاناة معنا إن زاد عليها قلة الهمة، وإن زاد عليها قلة الجوع، قلة الاكتفاء الذاتي. هذه يا أخوتي ملاهمات ما تري دور، مع أنه قاعد يكتر راسه. ولذلك أنا شفت هنا شيء مثلا صورة مثلا كانت خارجة مع صحفية مشهورة جزاها الله خيرا اللي ابتسام، وأشكرها من هذا المنبر. الحمد لله شافها الله يا خير. سابق عانات يعني سلطت الأضواء على ياسر من الأمور، هي عندها الحمد لله عند أقاهم ولا عندنا قياس الخارج والدوات، يا خير سلطت الأضواء على ياسر من الأمور. هذا مهم، هذا وياط الإعلام فهموا عنكم، أنتم هم رقم واحد، أنتم هم السلطة الإعلام، السلطة اللي أعطوكم سلطة رابعة والله، قاع السلطة أولى سابق السلطات الثلاثة، فهموا عنكم أنتم هم اللي توعوا المواطن، هم اللي تعطوه الصورة الحقيقية. ويجازيكم إن شاء الله بخير. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك، مداخلة قيمة جدا. لين يتحولوا مباشرة لقالي محمد، وقالي محمد أحد المشرفين معانا على البث، ولين ما نطلعون عضو عدنا شي خاسر. تفضل قالي. قالي سامعني؟ سامعك. إذن تفضل، عاد عندك مداخلة. أنا عندي مداخلة هنا صغيرة، اللي هي في قضية أخبار هذه المرض هذا المنتشر. خارج مسألة يالتجمع عدونا عرفوها كاملة، اللي هي خصوصا الشعب الموريتاني بصفة عامة. هذه أول نقطة، ما هو عاطي أهمية لصحته بعد قاع تجبر مثلا بعضيات السوق، فهمت يعني فيها ياسر من لوسخ وياسر من شي، فهمت؟ وعود واحد مهم عنده، فهمت؟ ما هو اللي يقول اللي يبيع، إذا اللي يبيع يقول مع راسه أنا في بليدة متسخة ويالطي نشوف مقر يالطي عود بلاستي نظيفة. مهم عنده في الأخير اللان حاسد دخله، يعني هو هون صحة الناس الخرع ما قدروا فيها الشيء، مهم عنده اللي ذيك نحاسد تخشوه لبنته. ونقطة الثانية هي المرأة، المرأة خصوصا هذا طبعا من هذا المتسببات هذا المرض، هاي الدهون اللي تعود فارق تاريخها، تعود واحدة منها، ما مهم ما تخرص التاريخ، مهم عندها لا ذاك اللي لا يساعدها، فهمت؟ والشيء الثاني هو اللي مثلا من ناحية الدولة يالتهم، واللي هي مثلا يعود عندها مثلا إعلانات مثلا في البلايص، فهمت؟ تحسس مواطن أنت يالتك تعدل، كيف في بعض الدول، بعض الدول النصارى اللي نجي الواحد منهم تخش أي بليد يقول لك لين تمرق بليد الفلانية أصقر يجيك ثلاث مرات ونظف يجيك حتى إياك تسلك من الأمراض. وهذا خصوصا الشعب الموريتاني ما هو مهم عنده، وهذا هو اللي كثر كثيرا الأمراض اللي في المجتمع الموريتاني. وشكرا، هذه كانت مداخلة صغيرة. قالي تواصل مع البرزان في كندا يا خي، برد الله مزال بعفات الله أحوات شاء الله. طبعا قالي أحد الأصدقاء المشرفين على الصفحة وهو في كندا والأدخن في المملكة العربية السعودية، وفرح في الجزائر، هذا المشرفين معنا على صفحتنا على تيك توك، تحية كبيرة لهم. إذن يتحول مباشرة شور أحد الإخوة، وهو أعتقد ناس اللي لاشيهون موريتاني وافتخر عذاك سيدي، إذن موريتاني تفضل. موريتاني
الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. من مين متواصل معنا؟ من نواكشوط. عاصم من نواكشوط. اوكي تفضل. الله يعني مرحبا بكم. اولا مرحبا وسهلا لهذا البرنامج القيم الفريد من نوعه في في موريتانيا بصفة عامة. ثانيا نختار نقول عن هذا ما يبارك فيكم نختار نقول عن هذا على الأمراض المزمنة كثرة انتشارها هي كثرة كذلك ياسر من المواد اللي عاد ياسر فارغة تاريخها مواد فارغة تاريخها موجودة ياسر في السوق للأسف الشديد. لذلك هو السبب أولا. ثانيا كذلك هو التدخين. ثالثا هو المخدرات. المخدرات تسبب أيضا بعض هذه الأمراض المزمنة. لذلك على المجتمع أن هذا المجتمع يرتو أولا يحافظ على نفسه كما قال الأخ عليه بالنظافة أولا. ثانيا يرتو يعرف أن يقبض معلومات دقيقة من أطباء كذلك معلومات يقبضهم حول هذه الأمراض إبحاث ويدور دوره يبحث دوره كيف كيف نظيف وغير ذلك. على كل حال ما عندي في الموضوع شيء كبير. قلت كامل جميل واحنا مهم عندنا سانتورو الله يحفظك ان شاء الله مداخله قيمه جدا انجيسو سيدي الله يبارك فيك شكرا لك موريتاني. تفضل سيدي. سيدي معانا من منين ورك تواصل معانا من اي منطقه؟ افتح مايكك او مقفول. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله محمد. الله يحييك سيدي. تم معانا من اي منطقه؟ من نواكشوط. نواكشوط تفضل. اولا اود ان اشكرك على مشاركتنا احنا هذا وهذا التيك توك في البرنامج هذا انجاز قلبي. و ثم مكبر فيكم الكرش انتم على التيك توك. تفضل. صوتك ما مسموع سيدي. قاعد درت كوتر لا قلعوا كنت ما العز ما نقدر ندير. اذا مباشره يتحول شعور. اوكي اذا نتحول شعور دليمي. دليمي اعتقد المره الثالثه يعود معنا. تفضل دليمي. مرحبا وسهلا حياكم الله رانا شاكرينكم. اهلا وسهلا. رانا محيينكم مدينة الزوارات ورانا شاكرينكم جزاكم الله خيرا على الموضوع اللي تقولوا سرطان مرض خطير وفتاك خاصة في الآونة الأخيرة في موريتانيا عاد منتشر عاد ياسر في موريتانيا في الشباب الصوف الناس الكبار. نعرف 2013-2014 شاهدت حالات كنت بالدوام ذيك الفترة نمشي مع صاحب المرض شورى طب انكولوجيا شاهدت حالات ما حد شافها ما يقدر يرقد يعني يلا رقاج يساهم في التوعية خاصة كيف ما قلتوا انتم قبيل في اخباره على ان رقاج يلا كل فترة كل تعرف صحته وثانية يتم تبرع بالدم ليه يساهم ذاك في خرص دمه كانوا صالح كانوا مو صالح ودي اعرف حالته وراني طالب من النساء على انهم يحافظوا على صحتهم يبعدوا من المواد الكيماوية خاصة برودوي راهو مضر هو المسرطن وطالب من الشباب على انهم اللي يبعدوا من الدخان وراني شاكركم وحييكم جزاكم الله خيرا. اعتقد فرصة لبعض الاخوة الله يسعدك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك مداخلة قيمة. نتحولوا شور الاناقة. حسن الاناقة تفضل. انتظر حديث الأنيق حسن تفضل. افتح مايكك. اذا اعتقد ان الحسن معه جاهز. اذا طبعا هو الوقت اللا دافع ولاهين نواصل معاكم ان شاء الله تعالى
والله الوقت مات لي من ياسر، مازال من لا قدر اللي نختمه ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا الحلقه حاولنا قدر المستطاع ان نوصل رسائل الناس ولا قاطعناهم، لان نختار كل رجاج يفرج عن روحه يوصل اللي عنده من الافكار كامله، لانها تفيدنا، تفيدني انا وتفيدك انت مشاهدي الكريم وتفيد الجميع، تفيد الجهات ايضا المعنيه، لان نصف عقلك عند اخيك، وخلي اخيك يتكلم ياك يوصل فكرته كامله، ياك توصل المعلومه، ياك اللي ما يبقى له شيء في الاخلاق. مشاهدي الكرام، برنامج منبر الساحل الليله تناول هذه القضيه اللي سمعتوها، اللي هي قضيه هذا المرض اللي هو مرض السرطان. انت مشاهدي الكريم، اي مريض يعاني من هذا المرض لا ينقلوا لك بانك شخص شجاع وبامكانك انك تتغلب عليه بكل بساطه، فقط ثق في الله وثق في نفسك وثق بانك ستنتصر يوما ما. وهذا المرض ما يخلع، هو اللي يخلع هو قله العزيمه وقله الاصرار، وخلي عندك عزيمه وخلي عندك اصرار. نختم هذه الحلقه بهذه البصمه اللي قالكم المخرج محمد الأمين وعلي والزملاء الفنيين خالد واليماني والإخوة المتواجدين، أعلنكم لابد تعود عندكم بصمة الليلة في حياتكم، والله ليل تقدر والله الصبح مع الصباح تفكر على أنك تقدم خدمة إنسانية لأي شخص هو فاصل فيك تقدمها له، حاول أنك تعدلها، ياك إذا تذكرتها تحس بشرف وتحس أيضا بالفخر على أنك قدمتها في يوم من الأيام ودرت أجبرها قدامك بحول الله. مشاهدي الكرام، نلتقي في حلقة قادمة من برنامج منبر الساحل بحول الله. هذا البرنامج يجيكم يوم الجمعة ويوم السبت. إلى اللقاء.